طيب تعالوا بقى نروح نشوف ايه اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه وفروعه المختلفه من خلال زميلتنا العزيزه مريم سميح. مريم موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا صباح الخيرات يا مريم، اتفضلي. صباح عليك يا كريم، وصباح عليك يا نهاوند، وصباح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد وجوله جديده من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، طبعا هيكون معانا فيها كل الاخبار المتعلقه بالفريق الاول لكره القدم وايضا الفرق الرياضيه المختلفه وايضا طبعا نشاطات اللجان. طبعا يمكن ما كانش ليا الفرصه ان انا ابارك لكم طبعا وبارك لنفسي وكل جماهير النادي الاهلي لاني ما كنتش موجوده معاكم امبارح، فهستغل طبعا يعني وجودي معاكم النهارده وبارك لكم طبعا على فوز النادي الاهلي المستحق على نادي الزمالك في الجوله ال 14 طبعا، وبنتمنى لهم ان هم طبعا بمزيد ومزيد من الانتصارات خلال الفتره المقبله، وكمان ان هم يحققوا نتائج كويسه في كاس العالم للانديه. يعني خلينا طبعا نبدا باخبار الفريق الاول لكره القدم اللي بدون راحه طبعا قرر مستر مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي ان هو يستأنف التدريبات، والنهارده ان شاء الله هيكون التمرين او التجمع في تمام الساعه 3 عصرا، والمران هيبدا في تمام الساعه 4 مساء، ده طبعا على ملعب مختار التتش بعد طبعا ما كان المران امبارح في تمام الساعه 12 ظهرا طبعا. وامبارح يمكن كان في تفاصيل كثيره في المران، اهمها طبعا ان كل اللي شاركوا بشكل اساسي في مباراة الزمالك يعني كان بالنسبة لهم المران عبارة عن ريكفري أو يعني تدريبات استشفائية وفي الجيم، وطبعا يعني بقية اللاعبين اللي هم لم يشاركوا كان يعني في طبعا تدريبات بدنية متنوعة، وطبعا كان في ليهم كمان تقسيمة قوية في ختام المران. والحقيقة أنه هو كمان النهاردة يعني هيستأنف المران، وهيكون أو كل اللي شاركوا سواء شاركوا أو ما شاركوش في طبعا مباراة نادي الزمالك هيكونوا متواجدين النهاردة في طبعا التقسيمة الأساسية في المران، وهيكون في محاضرة طبعا لمستر كولر قبل طبعا يعني بدء المران، وطبعا كلهم هيشاركوا في التدريبات البدنية المتنوعة طبعا اللي هتكون موجودة في المران. عايزين نقول طبعا ده كله استعدادا لملاقات طبعا البنك الأهلي، طبعا المباراة هتقام غدا الثلاثاء في تمام الساعة 7 مساء على استاد القاهرة، وطبعا ده في يعني ضمن الجولة ال 15 من بطولة الدوري، ويمكن دي هتكون المباراة يعني النهائية في مشوار الدوري وهيتوقف مؤقتا، وكمان بقى بعد كده هيستعد النادي الاهلي لمشواره في كاس العالم للانديه واللي هيبدا في 1 فبراير وهيستمر حتى يوم 11 فبراير المقبل. فعايزين نقول ان يمكن مباراه البنك الاهلي هي يعني المباراه اللي هيودع بيها النادي الاهلي مشوار الدوري مؤقتا فقط، وهيعود بعد كده عقب انتهاء طبعا يعني بطولة كأس العالم للأندية، واللي هيقابل فيها أو أول مباراة ليها النادي الأهلي هيكون طبعا أمام أوكلاند سيتي. خلينا بقى ننتقل لكل طبعا الفرق الرياضية المختلفة، ونبدأ طبعا يعني بالماسترز أو رجال طايرة الأهلي اللي أكيد طبعا حققوا فوز مهم جدا امبارح على نادي الاتحاد السكندري بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء. طبعا يعني شفنا من الماسترز أداء بطولي وأداء طبعا كبير جدا في المباراة واللي أقيمت امبارح طبعا على إحدى صالات استاد القاهرة، ده طبعا بيأتي ضمن الجولة الثالثة أو في إطار الجولة الثالثة من المرحلة قبل النهائية من بطولة الدوري. والحقيقة يعني إن المباراة اللي جاية هتكون بعد غد الأربعاء طبعا في الجولة المقبلة، وهي يعني هيكون النادي الأهلي هيواجه فيها طبعا نادي سموحة. طبعا بقى ننتقل دلوقتي لرجال سلة الأهلي، الحقيقة يعني بيحققوا طبعا نتائج كبيرة جدا خلال الفترة الماضية في بطولة الدوري أو تحديدا يعني في الدور الترتيبي من الأول للثامن من عمر بطولة الدوري، والحقيقة إن هم قدروا يحققوا يعني الفوز بالعلامة الكاملة في ال7 ماتشات أو ال7 جولات طبعا خلال يعني مرحلة الذهاب، وهتبتدي بقى مرحلة الإياب، وهيكون النهاردة أول ماتش في مرحلة الإياب في طبعا يعني الدور الترتيبي أو الدور التمهيدي من بطولة الدوري. والحقيقة يعني زي ما احنا عارفين ان كان في فوز يعني كبير جدا ومهم جدا على الاتحاد السكندري في اخر مباريات طبعا رجال سلة الاهلي كانت بتقام يوم الجمعة الماضي، طبعا كسبوا بنتيجة 77-72، وكانت الحقيقة مباراة يعني طبعا زي ما احنا عارفين ديربي في كرة القدم ما بين الاهلي والزمالك، الديربي في السلة طبعا او تحديدا السلة رجال بيكون ما بين الاهلي والاتحاد، قدروا ان هم يحققوا طبعا مباراة كبيرة جدا. والحقيقة ان هم النهاردة اول مباراة
مباراة ليهم في طبعا يعني دور الإياب، طبعا في كل الماتشات اللي هتكون موجودة. هيتلعب برضو 4 ماتشات، طلائع الجيش، المصرية اتصالات، مصر للتأمين، ثم هيتوقف طبعا يعني هذا الدور، وبعد كده هيستأنف بعد شهر. ده طبعا نظرا للبطولة الإفريقية، يمكن هيتوقف تحديدا من يوم 2 فبراير أو من 3 فبراير عفوا، وهيستأنف يوم 6 من شهر مارس المقبل. طبعا النهاردة بتقام المباراة على صالة نادي طلائع الجيش في تمام الساعة 6 مساء. طبعا رجال سلة الأهلي نتمنى لهم كل التوفيق في أولى مباريات طبعا دور الإياب. طبعا بقى يعني ننتقل لسيدات اليد اللي عندهم مباراة هامة جدا غدا الثلاثاء في تمام الساعة 6 مساء، ده طبعا ضمن بطولة منطقة القاهرة، وهيواجه سيدات يد الأهلي طبعا البنك الأهلي. بنتمنى لهم كل التوفيق يعني في جولتهم في هذه البطولة، بطولة منطقة القاهرة. نختتم بقى أخبارنا النهاردة بأنشطة اللجان، ويمكن لجنة الشباب بالنادي الأهلي طبعا بالتعاون مع اللجنة العليا للجان وتحت إشراف الإدارة التنفيذية طبعا بالنادي الأهلي، أعلنت طبعا عن مسابقة أو يعني بطولة عائلة النادي الأهلي للبادل تنس. طبعا الحقيقة أن يعني هذه البطولة هتقام أو هتبدأ يوم الجمعة المقبل بفرع النادي الأهلي بمدينة نصر، وطبعا كل اللي موجود أو كل يعني أعضاء النادي الأهلي اللي حابب يشارك أكيد يعني يتوجه للجنة الشباب وطبعا اللجنة العليا للجان عشان يكون أو مشاركين في طبعا يعني هذه البطولة عائلة الأهلي للبادل تنس. وطبعا يعني حابة أنوه تاني أن هي هتقام يوم الجمعة المقبل في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر. طبعا دي كانت كل الأخبار اللي كانت معانا النهاردة المتعلقة طبعا بالنادي الأهلي والفرق الرياضية المختلفة وأيضا أنشطة اللجان. بشكركم جدا، العودة ليكم مرة أخرى.